مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في اليوم 22/2/2022، وبنعرف انه كل 22 الشهر يعني كل الصلوات، واللي بيقدر يطلع على مرمرون عنايا مع السيده نهاد الشامي. هذا نهار مميز مش بس لدى اللبنانيين، لدى كتار من المؤمنين اللي بيطلعوا حتى بيتضرعوا وبيطلبوا شفاعة مار شربل. وأنا اليوم بالمناسبة وبهالتاريخ بالذات بدي أقول لزميلنا ألان درغام الحمد لله على السلامة. ألان كلنا بنعرفه عم نتابعه، موجود على الحدود الأوكرانية الروسية، وللحقيقة صار معهم إعجوبة للمراسلين الأجانب مع الجيش الأوكراني لما طلب شفاعة القديس شربل لما كانت عم تنهمر القذائف عليهم، ولما أخذ الجندي الأوكراني صورة مار شربل وصلوا وقف القصف وقدروا ظهروا من الخندق يلي كانوا هني متواجدين فيه. فأنا بدي أقول دايما الإيمان شيء أساسي بحياتنا، بنقول للكل الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله طبعا بالحوار بتنتهي قضية أوكرانيا وروسيا. معلومة معلومتنا اليوم عن الصيد، وكلنا بنعرف انه معالي وزير البيئة بالمؤتمر تقييم الصيد والتقييم الصيد مصر على منع ان يتحقق هدف حماية البيئة ومانع الصيد مثل ما صار السنة الماضية، ولكن معي على الخط مباشرة رئيس مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام والمنسق الميداني للصيد المسؤول في جمعية حماية الطيور في لبنان أدونيس الخطيب. يعطيك العافية. يعطيك العافية. بعرف أنه منع الصيد طلبته من بكتاب لمعالي وزير البيئة العودة عن هذا القرار، لأنه مريت قرار الصيد بمكان ما يمكن بيحمي. أستاذ أدونيس حضرتك معي؟ نعم هلأ معك، راح صوت شوي بس. نعم. إيه الكتاب اللي وجهته لمعالي وزير البيئة بموضوع الإصرار على منع الصيد، ليه هالكتاب؟ هل أنتم مع أو ضد؟ يعني نحن لا شك أنه التجربة اللي انعملت على مدى 20 سنة بمنع الصيد أدت لخلق شريحة من قواصين استخدموا أساليب غير مشروعة بالصيد، من الشبك، من الصيد من رسم على الحيطان، من صيد الليل، نتيجة المنع اللي صار. نعم. لما صار التنظيم استبشرنا خير أنه بالتنظيم بيصير في رخص، بتهون الأمور على القوى الأمنية بتطبيق القانون، لأنه بيصير معروف مين عم يتصيد بالموسم وقد ايه العدد، وصار تدريبات من قبل جمعية حماية الطبيعة لقوى الأمن الداخلي على القانون الجديد. نعم. وبلشنا من خلال معادلات خلقناها نحن لتصير سهلة على الكل، الصياد القواص، الطريد الطائر، الصيد الجائر، الصيد المستدام. صار يعرف انه الصياد بقوس الطريد بالموسم باعداد معينه، والصياد الجائر بيتقوس بيتعدى على الطيور كلها، ونحن بدنا نشتغل على حملات توعيه، خلقنا شيء اسمه جلسه طلو الصياده، وصرنا نشتغل على اساسها، فالنتائج على مدى اربع سنين كانت عظيمه جدا، وحضرتكم كام تي في كذا مره تابعناها وكبلناكم فيها. صحيح. تتصلوا فينا ونقول لكم انه في مناطق كانت تعتبر مقابر للطيور. نعم. صارت الصيادين حموها. نعم. لانه الصياد موجود طول الوقت بقلب المقوس، والصياد القانوني اللي بيلتزم بقوس بالباروده ومرخص بارودته، فعطت نتيجه عظيمه يعني صراحه بظل الظروف الصعبه بالتعاون مع القوى الامنيه. يعني انا بشكر اللواء عثمان والعيد مسلم اللي تابعوا الموضوع معنا، كلودين عون، كل الاشخاص اللي كانوا مهتمين بموضوع البيئه من اي جهه كانوا دائما يساعدونا، والاعلام كان يغطي. تفاجأنا نحن لما كانت منظمة كابس عندنا هون بمخيم لمكافحة الصيد الجائر بإعلان وزير البيئة على منع الصيد. زرناه أنا ورئيسة الوحدة شيرين بورسفول وأسعد سرحال مدير عام جمعية حماية الطبيعة، وأكسل خرشفيلد هو تبع كابس، وقلنا له إنه هذا الموسم يعني القرار رح يساعد على رح يعمل ردات فعل، والناس اللي عم بتساعدنا من صيادة مثل ما مستدامين اللي بهمهم الحفاظ على الهواية رح يحسوا إنه هذه عقوبة جماعية لهم. وعدنا إنه يكون في إيجابية الموضوع، وعملنا مؤتمر كمان برعايته ودعينا عليه صيادة ثابت انه ما قدر اجى حضر معنا، ونحن كنا منتظرين بين لحظه وثانيه يعاد فتح الموسم ويصير في تشدد بتطبيق القانون. نعم. للاسف انه هذا الشيء ما عاد صار، وصار في استياء كبير، وطبيعي ردات فعل الصيادين القواصين كانوا كثير يعملوا جرائم، ونحن بتعرفي بكل جروبات الصيد في لنا ناس فيها، ويوصلنا صور، كان في رده فعل كثير كبيره.
فلما دعينا على مؤتمر وزارة البيئة يعني حبينا أنه يمكن في شيء بخصوص هذا الموضوع ممكن يكون إيجابي ونصير ساعدنا بشغلنا كصيادين وكقوة أمنية أنه بتطبيق الصيد فتطبيق قانون الصيد. فلقينا انه لا، في توجه بوزاره البيئه مختلف صراحه، وابدينا يعني راينا لمعالي الوزير وقلنا له هذا رح يشكل خطر كبير انه تمنع انت الصيد مره ثانيه. يعني كانك انت عم تسمح للناس قصدا يخالفوا، لانه اذا بالتطبيق اللي هو بيصير هين انك من خلال تطبيق القانون انه في ناس معها رخص ناس ما معها رخص سهل توقفيه، موسم صيد مش موسم صيد سهل توقفيه، بس منع كلي بطل في اي ضوابط لاي شيء. ونحن قلنا له انه هذا الشيء رح يصير، وقلنا له كل خدماتنا وامكانياتنا بتصرفات لنعدل هذا الموضوع، لانه الحل عندنا صراحه هي انك لما توعي الصياد وتطبق القانون بترجع بتخلقي مناطق الصيد المسؤول اللي هي البلديات. هل وافق معالي الوزير او بعد ما اخذ قرار؟ لا والله، يعني كان عم بيقول لي نحكينا سوا، قال لي انه المواضيع بدها بحث اكثر وكذا، لانه بيعتقد هو يعني من خلال تفاجئنا فيها يعني بالجلسه انه هل وزاره البيئه لازم تنظم الصيد ولا لازم تحمي الطبيعه أو تمنع الصيد بشكل خالص. فنحن عم نقول له تجربتنا، يعني بالنهاية نحن من سلطة، نحن جمعيات اشتغلت على مدى 4 سنين تعاوننا مع كل الناس ومن وزارات بيئة. عندي سؤال مبدئيا، نعم، من أنه نعمل مناطق الصيد المسؤول، نعم، أي متى ببلش موسم الصيد إذا فتحوا؟ هو ببلش بواحد أيلول بيخلص ب15 شباط. نعم، يعني شفتي قديه سهل أن تضبطيه، يعني أي واحد برات هذا الوقت بيكون مخالف فيك تشددي بمنعه. يعني نحن للسنه خلص يعني صرنا بأدار، يعني انتم عم بتشوفوا للسنه الجاي لايلول المقبل. نعم، السنه الجاي نحن هلا، نحن اساسا خلص الموسم هيدا راح، يعني والصيد صيد كثير جائر يعني، واساسا لما تمنع الصيد بيصيروا الناس اللي قاعد حول بيته بحط لك شبك وبيضوي بالليل وين بيسرق. يعني انتم من هلا، لانه على اثر كلام معالي الوزير، من هلا عم بتقولوا مع الوزير لازم بس نوصل لوقت تحديد الموسم منعه او فتحه، مفروض فتحه لاسباب يلي حضرتك قلتها. على كل حال وكمان استعمال كمان شغله منيحه، اللي عم نطلب كمان استعمال اموال الرخص اللي هي كثير بتجي. نعم، كمان نستعملها مش لتروح للدوله، تروح للبيئه ليصير في صرف على موضوع حمايه الطبيعه والبيئه، يعني تستخدم بالمطرح اللي طلعت منه لهدف مزبوط. اللي انعمل كماله. ما هو استاذ ادونيس للاسف دائما مثل الواحد بحط راسه هيك مثل النعام، يعني لما نطبق القانون يلا اهين شيء بنمنع الصيد. لا، سلم تمام، يعني نحن لا، نحن اذا في قانون بدنا نطبق القانون وبدنا نتابعه وبدنا نراقب، ما فينا نجي كل شغله نقول لا لان مش قادرين نطبق القانون بنمنع. لا، ما يعني هيدي مش يعني الدوله يعني ما فيها تمشي. يعني هو عمل تجربه، انا بعتقد لازم يعيد النظر فيها معالي الوزير، انه هاي التجربه اللي صارت اللي قدموا له النصيحه مستشارين حواليه. نعم، انه هاي النصيحه اللي صارت، طيب شفت انت تطبق القانون الصيد ولا ما تطبق؟ شو عندك جرائم على الارض؟ شو عندك نتائج؟ في ناس معك عم بيقاتلوا معك، ليه خسرت هالناس اللي عم بتقاتل معك لتحمي الهوية والطبيعة؟ بعدين اعطيه خبزك للخباز، دائما المستشارين بده يكونوا مريت كمان، مش يكونوا محسوبين على الوزير بدل ما يكون عندهم اختصاصات محدده، واذا ما عنده بيقدر يتواصل معكم، يعني انتم اللي على الارض وانتم اللي عم بتابعوا انتم بتعرفوا، يعني دائما المستشار بده يكون يعلم بما يجري. إيجابيين مثل عادتنا مثل ما بتعرفينا، نحن مستعدين نقدم خدمتنا وخبرتنا لنقدر نعمل نتيجة. نحن هيدي المماحكات قال لي وقلت له ولازم وما لازم، في قانون واضح. نعم، الصيد منظم طريدي وطاير موسم، خارج الموسم عم نشتغل على مناطق الصيد المسؤول نلاقي فرص عمل ويضل الانسان بارضه ونعمل مزارع طيور وكذا. بالنهايه هي سياحه صيد، هيدي بكل دول العالم الحضريه عندهم، وعندهم طيور زياده لانهم منظمين. على كل حال نحن ما راح نزيد على طبعا تقيدكم بالقانون وعلى الحفاظ على الطير في لبنان، ان كان مهاجر ولا طير، يعني كلنا بنعرف بالنتيجة، يعني أنتوا أم الصبي بعد شوي، هذا اللي بدي أقوله. من هيك معاليك يعني بتمنى أنه دايما يروحوا عند الناس اللي هي على الأرض، اللي هي عم بتتابع عن كسب، يلي هي عارفة كل جوانب الأمور، وعندها بعدين يا بيقرر الوزير أو ما بيقرر، دايما يروح عند الناس اللي بتعرف تنصحه. أهلا وسهلا فيك أدونيس الخطيب، هيدا كانت معلومتنا لليوم. رح ننتقل إلى من المسؤول. ب 31 كانون الثاني 2022 قدم استقالته رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة مياه البقاع، وحتى اليوم لم يتم يا تعيين
أو أنه حدا بالوكالة يكون. اليوم المؤسسة ما في إدارة لها، ومن هيك نقابة مستخدمي وعمال وموظفي مياه البقاع عملوا جمعية عمومية وطالبوا بتعيين مدير عام ورئيس مجلس إدارة لمؤسسة مياه البقاع. أما التفاصيل والأثر السلبي على سير العمل فرح معنا على الخط مباشرة رئيس النقابة حسن جعفر، يعطيك العافية. عافيكي ويسعد صباحي. نحن ستنا بيقول المثل جبنا لقر عليه شجعنا كشف عنارته وفزعنا. مؤسسات العامة مؤسسة عامة تعنى بمادة حياتية. نعم. وفوق هذا في الصرف الصحي أداء له تأثير على البيئة وعلى الناس. 100%. هلأ نحن بدون مدير عام يعني الإدارة مشلولة شلل تام. هلأ رؤساء الدوائر والمصالح عم نشتغل بس شو بنشتغل؟ صرنا عم نقعد بالمكاتب بس، يعني مثل ناس رايحين شهود زور على الشغل. لا موازنة طلعت، مدير عام قدم استقالته وفال بدون سابق إنذار لإلنا كموظفين. لا في إدارة، مجلس إدارة ما بقدر يأخذ أي قرار لأنه غايب رئيس مجلس إدارة مدير عام. المدير العام هو السلطة التقريرية بالمؤسسة، التنفيذية بالمؤسسة. صحيح. هلأ نحن حتى العمال رواتب ما فين يقبضوا هذا الشهر، يعني نحن المستخدمين والعمال والمتعهدين ما حدا في يقبض. ناهيك أنه متعهدين محطات الصرف الصحي، محطات تكرير الصرف الصحي عطوا إنذار أنه بآخر الشهر بوقفوا انتهى تعودوا. لا حدا حضر مناقصة، ما حدا مهتم بشأن الناس ولا بشأن العمال ولا نحن بدنا نناشد من عبر محطتكم رئيس الحكومة والوزراء أنه يعينوا مدراء عامين بأسرع وقت ممكن، اليوم قبل بكرة، وإلا المؤسسات حتنهار، خاصة مؤسس مياه البقاع. يعني ما عاد في مدير موجود بالاستمرارية، هو انتهت مراسيمهم من حوالي السنة مدراء عامين المؤسسات. ما حدا سائل عن الناس، يعني دخلك البقاع بيطلع نص لبنان، ما حدا سائل، ما حدا سمعان فينا، ما حدا سائل لا على المواطن ولا على العمال. لذلك نحن اضطرينا ناخذ مجبرين هيدي الخطوه، التوقف عن العمل. مبدئيا نحن وقفنا العمل الاداري بس، هلا نهار الخميس في خطوه جديده بدها تتوقف اعمال الصيانه واعمال الضخ وكل شيء حيتوقف، لانه ما بقى عندنا امكانيات نشتغل. اذا عيار مي بدنا نغير العيار، بده نروح نصلحه، بده تكاليف، مين بده يمضي على التكاليف؟ بده يكون في اداره ومجلس اداره ومدير عام ليمضي، يروحوا نفذوا ليحرك مال عام، هذا مال عام. ما نحن بعدين نحن عم نحكي مثل ما قلت عن ماده حيويه هي المي، يعني ما في نترك الناس بلا مي. ماده حياتيه، يعني حياتيه يوميه حياتية. اكيد يعني نقيب تواصلتوا مع وزاره الطاقه، لانه يمكن معالي الوزير اللي بيعين، ما هيك حكينا مع معالي وعد انه رح يكلفوا حدا بالتكليف. نعم. هلا في مشروع ان شاء الله يتم بهولي ان شاء الله يعملوه، نحن مش فرقانه معنا، نحن كمؤسسه وموظفين بكلفوا تكليف بعين وتعيين، نحن بدنا مدير عام على راس المؤسسه حتى تستمر وقت. المؤسسه بعملها ما تنشل، يعني اكيد ما تنهار. اذا انهارت هاي المؤسسه، نحن كنا مصالح بالاول، اكيد كانت كيكين القصه. نعم. المصالح كانت عبارة عن كيكين لأشخاص. نعم. عملنا مشاكل إذا بتذكري ومعارك، وإمنا الدنيا وعدناه لصدر حتى صارت مؤسسة عامة، صدر قانون 221 وصرنا مؤسسات عامة. مزبوط. وقلعت، بلش تقلع المؤسسات، تفضلي هلأ شو عم بيصير. فنحن بقى نطالب الجهة المختصة، أولا معالي وزير الطاقة كونه المسؤول المباشر عن المؤسسات المياه. نعم. ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء بدهم يعينوا اليوم قبل بكره، بدهم يكلفوا اليوم قبل بكره، لانه الموضوع ما بقى يحمل ولا يوم، اكيد ما عاد يتحمل ابدا. اذا بتعرفي هلا اذا المتعهد تبع الصرف الصحي انتهى عقده ب 28 شباط فل على البيت، مين بده يشغل محطات تكرير الصرف الصحي؟ يعني هيدي يعني ازمه بيئيه، يعني ازمه خطيره جدا، ما انه تقولي واحد كب مواد كيميائيه على الناس. 100%. 100%. إيه؟ وحتى كمان كيف بده، يعني هذا مرفق عام حيوي يومي، يعني ما في هيك كأنه ما في شيء، يعني ما معهم خبر شو عم بيصير. ما حدا معه خبر شو عم بيصير للاسف. على كل حال النقابات دائما هي العين الساهره. شكرا انه انتم نبهتوا للموضوع. رجيه هون
نحن بحياتنا النقابات ما ترجينا، نحن بنترجيهم يستعجلوا بالموضوع ما بقى يحمل ولا يوم. ان شاء الله بيوصل صوتكم، لانه هيدي شغله اساسيه ويعني مبدئيه، بمجرد ما يقدم استقالته. قبلت الاستقاله او ما قبلت؟ او هون ما في نقيب. قبلت الاستقاله او ما قبلت؟ من شهرين قبلت بحكم المراسيم بس. بحكم المراسيم انه هو قدم، بعد شهرين ما جاوبوه اعتبرت نفذ استقالته. ظوف المواد القانونيه بالمراسيم عندنا انه بتقدمي استقالتك بعد شهرين، اذا ما اجاكي جواب من الجهه السلطه اللي لازم تقبل الاستقاله بتعتبر نافذه، بس مجلس الوزراء عين، مفروض مجلس الوزراء يقبل الاستقاله 100%. مش هيك درنا ضهرنا وفلينا الدكان وسيبناها يعني 100%. ما في حدا مسؤول، ما في حدا عم يشتغل بمسؤوليه بهالبلد للاسف. ما هيك، ما كل واحد لو بيعمل شغله ومسؤوليته كانت الدنيا بألف خير، ما كنا وصلنا لهالمرحله. ما حدا بده يعمل مسؤوليته لقريانين الناس، ولا اللي عم يفتش بده يعمل كراسي انتخابيه وكذا، نحن معه وبنعطيه صوتنا بس يهتم بالشان العام 100%. كل واحد بيقدم خدمات للناس وبيهتم بالشان العام كلنا معه نحن. شكرا لك رئيس نقابة مستخدمي وعمال مياه بيروت مؤسسة مياه البقاع، وبتمنى معالي وزير الطاقة يرفع لمجلس الوزراء موضوع تعيين أو تكليف رئيس مجزرة مدير عام حتى هالمرفق الحيوي ما ينشل وما يوقف بمنطقة بمحافظة، يعني لأن اليوم امتداد مؤسسة مياه البقاع ومسؤوليتها يعني امتداد لكل البقاع، ما هيك نقيب؟ بعدك الهرميل ومحافظة البقاع، بعلبك الهرمل محافظة البقاع، يعني صح. كم مليون مشترك فيها؟ في عندنا شيء حوالي 90,000 مشترك من عدا يلي عم يستفادوا بدون اشتراك، يعني يلي مع يلي اخذين المي وما حدا سألين. مو ما حدا سألين، ما انا قادرين، ما عندنا امكانيات نقدر نواجههم. امكانيات بدي اقول لك شوي، معلش ثاني بس تفضل. بدك امكانيات امنيه يواكبوا الموظف، ما ياكل اكلي على عيار هو عم يعايره 100%، واللي سارق لنقمع المخالفه. ما هي المواطنه بتبلش لما بنحافظ على ثروه لبنان المائيه، ولما نحن كمان بنعمل ترشيد، ولما نحن ما بنسرق المي بنفتكر حالنا عم نتزكى على الدوله. عندنا مي، عندنا مي، اذا بدك بصراحه عندنا مي بتكفينا كلنا، تكفي بس ما في اداره جيده للمي. العائق اللي عم يصير قدامنا انه بتعرفي الفلتان الامني عندنا إلو دور بالقصة، إلو دور كبير باللي بهالموضوع. صحيح. والموظف ما هو شرطي ولا هو عسكري ولا شيء، يعني في مشكلة بالدق. 100%. وعم نعالجها، كنا تدريجيا شوي شوي عم تتعالج الأمور معنا، هلا وقف كل شيء عنا. ما في شيء ماشي. للأسف. أهلا وسهلا فيك مجددا رئيس نقابة مستخدمي وعمال مياه البقاع حسن جعفر، ومتابعة. متابعة اتصالاتكم على 04-444-444، ولكن بعرف انه نحن كل نهار اربعة بنتلقى طلب للمساعدات، ولكن في امور بتبقى ملحة خصوصا اذا كانت صحية وبتهدد طبعا الناس يلي مش قادرين يعملوا عمليات جراحية، بتبقى ملحة. سيدة بحاجة لعملية جراحية مستعجلة الى عندها كانسير سرطان في الحنجرة، ما عم تقدر تحكي ولا عم تقدر تتواصل لا مع اولادها ولا مع كل يلي حواليها، لانه ما عم يطلع صوتها. من هيك هي ما رح تقدر تطلع معنا على الهواء، ولكن كلفه عمليتها اليوم 7000 دولار حتى هالست ترجع تستعيد صوتها، تستعيد عمل حنجرتها بشكل طبيعي. مفروض انها تخضع اليوم قبل بكره لهالعمليه الجراحيه، ولكن هي بحاجه لمبلغ 7000 دولار. يعني ما بعرف، 7000 دولار يمكن مبلغ ما كتير كبير نسبة لعمليات 150,000 و200,000 دولار، ولكن 7000 دولار بترجع بتعيد الصوت إن شاء الله لهالست تقدر تتواصل مع يلي حواليها ومع أولادها. يلي قادر يساعدها ما يتأخر ويتواصل على هالرقم يلي حاطينه على الشاشة، وطبعا الله بيعود عليكم بالصحة، لأنه الإنسان لما إذا ما عنده صحة بيخسر كتير من الأشياء، إذا عنده صحة عنده كتير أشياء. بياخذ اول اتصال لليوم. الو 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 اهلا بونجور بونجور مدام ريبيكا. نعم تفضل. بس بليز اذا بتسري لنا موضوع الاحراش.
أي. أنا عم أحكي معك من الضمنية. إيه أهلا وسهلا. يعني محو الأحراش عنا محو محي حرام ظلم. وين هالدولة وين؟ مش بس بالضنية يا أستاذ. بسبب ارتفاع سعر المازوت الناس فلتت على الشجر وعلى الأحراش وعلى السنديان وعلى يعني لا حسيب ورقيب ومأموري الأحراج ويلن وطبيلن يعني مثل واحد بيقول. أنا بتفهم بيقولوا أنه من الغلا وماذا بس عم يقصوه يبيعوه قدام عيوننا 100% والطن عم يوصل 3 ملايين و4 ملايين ليرة وهن عم يدخلوا على الأملاك الخاصة بالضبط. وعلى الأملاك العامة وما فرقاني معهم حدا على كل الأراضي اللبنانية ما توقف حدا. لا طيب ليش طيب مثل هالأيام من سنة الماضية ما كنا حدا يسترجي قص غصن 100% هلا فلتت يعني محو الأحراش يعني إذا بتروحي تشوفي منطقة عيون السمك بتبكي 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 محوها كلها هيك محي محي علنا وهيدي منطقة سياحية كمان يعني منطقة سياحية بامتياز بالضبط للأسف كمان يعني اليوم أنه للتدفئة كتير منيح بس نحنا بدنا الشجر تيهدي الأرض بدنا الشجر للأكسجين ما نحنا هيدي رئة اللبنانيين الأشجار والغابات هيدي رئة يعني نحنا عم نخنق حالنا بدون ما نشعر تحديدا السنوبر والسنديان هو مصدر الأكسجين 100% أنا بشكرك وأكيد رح أتواصل مع وزارة الزراعة بلكي مع علي بيعمل جولة بشوف جولة. الخراب وبلكي بيكون في خطة طوارئ إن شاء الله يا ريت إن شاء الله أهلا وسهلا فيك شكرا لك ألف شكر لك كمان اتصال ألو ألو أهلا بونجور بونجور مدام ربيكا نعم تفضل مدام بدنا نحكي بقصة جالونات المي اللي الشركات بتوصلها على البيوت دليفري إي في 4 شركات مسيطرين على البلد بيطلعوا السعر سوا وبينزلوا السعر كل جمعة بتطلع 5000 صح لما كان دولار 25000 كانت ب 25000 الجالون نعم لما وصل ل 33.5 طلعوا لها 35000 جينا عم نعترض قال تانك المازوت 420000 والدولار 33.5 نعم طب هلا الدولار صار نازل لل 20500 صار نازل 13000 ليره بمعدل 40% نعم وبعد الاسعار زادت 35000 مزبوط. صرنا متلفنين 3 مرات على وزارة الاقتصاد على الخط الشكاوى نعم إذا ردوا عليك في حال ردوا بترد وحدة وبيسجلوا هن المخابرة بتجي معك ايه معك حق وعم بيجينا اتصالات وغيره صرنا أسبوعين من تلفن وبعد ما حدا تحرك وصار له الدولار شهر ونص نزل شو ناطرين يعني هاي بترسم علامة استفهام انه شهر ونص نزل هالدولار وسعر الجالون بعده هو ذاته وزارة الاقتصاد صار جاية أكثر من مين اتصال وما بتتحرك وما بتعمل شيء شو السبب؟ إنه شو منعمل وما منا نتشكى؟ وما فينا نوقف. بركي أنت بتقدري تساعدي وما فينا نوقف لأنه السيترنات للخزانات وما في عنا إلا هالمي للشرب لأنه كلنا بنعرف وضع المياه اتحسن وضع المي. بقدر أقول مثلاً بكسر وين 70% من المياه الشرب تحسن وصولها للقرى والبلدات ولكن يعني اليوم ما في اتكال فقط على مؤسسات الماء إدي عم تعطي ساعات تغذية يعني عم يضطروا الناس يكون عندهم هالجالون بالبيت مثل ما عم بيطالبوا بالستار اللي ما في بعض ناس بالأسبوع مرتين ستار ومع هذا وكله مؤسسة ما بلشت ترفع تعريفتها السنوية يعني على كل الميلات المواطن عم يدفع للسلعة مش عم تتوفر 100% من مكان واحد يعني بطريقة يقدر على القليل يتكل بيضطر انه يكون عنده بالبيت هيدا الجالون ومضطر يكون عنده ستار ومضطر يدفع للدولة هلا معك حق ونحن عم ندفع مش عم نقول لا بس 100% عم ندفع زيادة اليوم 15000 ليرة حق جالون الماء لازم وهيدا مش 100% وبنصرف 3 4 جالونات نحن بالجمعة يعني صحيح. بالشهر عندك 250 300000 زيادة يعني عن حق الجالون حتى بحددوا لك يعني إذا يعني بدك تاخذ جالون ومعه شيء جالون لحاله ما بيجوا لعندك صح ما بتوفي عرفت كيف؟ صح يعني هلا شيء هن بدهم يمرقوا بدك تاخذي جالونين مي بالقليلة بالقليله مش نحن نعم تفضل ما بعرف ومن انا نتشكى يعني اذا وزاره الاقتصاد ما بتتحرك اذا المدير العام محمد ابو حيدر ما بيتحرك ما بده شيء هو يتلفن تليفونات تليفون واحد على الشركه بس شركه تنزل السعر كلهم بيلحقوا بعضهم نحن رح نتواصل مع وزاره الاقتصاد وهلا اكيد عم يسمعونا وعم بيشوفونا ان كان بالوزاره ولا هالشركات المي يعني على اكيد الا ما بده يوصل لهم حدا بتمنى يكون في قرار اعاده النظر بالتسعيره اقله ينزلوها قد ما نزل الدولار مش اكثر
شكرا لك، اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو. ايه مرحبا مدام ريبيكا. مرحبا. معك خضر من عرماني. اهلا استاذ خضر، تفضل. بدي اقول لك بس بالنسبه للمي، انه خلونا المي ل 900,000. نعم. والمي عم تجي مي رمل. طب انا مثلا انه انا معاشي محدود، انا شو بعمل؟ عندي اجار بيت، وهلا كمان طلعوا لنا المي من 300,000 ل 900,000. من هيك قسطوها. شو بنعمل؟ خضر، من هيك قسطوها على ست اقساط. اقساط بس ما برضه هي انه وصلت 900,000 يعني، انه ايه. طلعوها ثلاث مرات زياده. انه نحن موظفين، نحن معاشاتنا على قدنا، شو بنعمل؟ 100% رح يلحق الكهرباء، رح يلحق الانترنت والتليفون. اللي عم توصل بالمليونين ومليونين و500,000 يعني. 100% معك حق. بليز بس حبيت هيك شارك معك انا، وعن جد نحن من معجبين الام تي في. اهلا وسهلا، شكرا لك. يعني بالفعل مش قدره المواطن اطلاقا، لانه بده يدفع لو انه تقسطت للست اقساط، ولكن الستار دائما حاضر وما في رقابه عليه لا على النوعيه ولا على السعر. وبالوقت ذاته هلا كمان من شوي بخصوص المي تبع البيوت يلي بتجي على البيوت، يعني كيف ما برم اللبناني ادفع 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 ما بعرف منين بده يدفع، ما دام الحد الادنى للاجور قد ما زادوا مع كله على الدولار الموازي للاسف الشديد، كيف بدهم يلحقوا؟ ما بعرف، هذا سؤال دائما بساله. كمان باخذ اتصال. الو. 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 اهلا مسيو، تفضل. معك سليمان صالح، الاستاذ سليمان صالح. اهلا استاذ سليمان، تفضل، شو عندك؟ ريبيكا معك. كنت عم احكي انا، نحن عندنا مشكله بمية الفاكهه. ايه. مية الشوفه، ما حدا عم يشرب. بالفاكهه؟ بالبدايات احكي يعني؟ ايه عم بسمعك، ايه اكيد تحكي. انا عم بسمعك. بالبدايات يعني صار عندنا مشكله انه شركة المي، مصلحة المي بعلبك. نعم. ما عادت امنت الصيانه، ما عادت قدمت المازوت للموتير. نعم. نحن عندنا مشكله يعني، عندنا ضيعه كبيره كثير يعني، الفاكهه الكبرى 4 ضياع. نعم. ما حدا عم يشرب مي، وبعدين صار يجي المي حقه 150 160,000. والناس بتعرفي الوضع الاقتصادي اللي نحن فيه. بالبدايات حزب الله تبرع بشويه مازوت مشكور. وبعدين صارت مبادرات فرديه، بس هلا يا اخي ما فينا شيء، بدنا نجمع مصاري شيء ما بعرف شو، مصلحه المي بتقول كل هاي المشكله بكل لبنان دبروا حالكم. رجعنا للمحافظ، المحافظ بيقول نحن ما اختصاصنا هذا قصه المي. والله عم تصير القصه بمبادرات فرديه، بس انه يعني كل عم تيجي المي كل 10 15 يوم مره. يعني انتم هلا بدنا توصلوا لنا صوتنا للجهات المختصه يا عمي. الأكيد انه يا اخي ما بيصير هيك، انا وقت كمواطن عم ادفع اشتراك مي بالسنه لتأمن لي مي. ما بدنا نحكي على الكهرباء ولا بدنا نحكي على المواد الغذائيه، بدنا نحكي على المي. يعني في بعد الهواء ما انقطع والمي، يعني المي مثل الهواء، المي ما عم تجينا المي، والمي لتغذيني مي ضيعتنا يعني. ايه اكيد. بدنا قصه المازوت تنحل مع المحافظة، مع جهة منحة، مع شي جمعية، مع القرود السوداء، لأنه الناس ما فيها تشتري ماي، ما قادرة تشتري ماي. تعرف نتيجة الوضع مياه بيروت وجبل لبنان لما من اليونيسيف ما قادرين لا يصلحوا موتور ولا يجيبوا قطعة. الحقيقة شكوى فيكاني لعيناني عنا مثلا. يلا شكوى فيكان الفاكهة الكبرى، أنت عم تقول لي هني 4 ضياع. رح نتواصل مع سعادة المحافظ بشير خضر لنشوف. كل في خاطرك. لا بالعكس، أهلا وسهلا. أنا معك الأستاذ سليمان صالح. أهلا أستاذ سليمان، أهلا وسهلا فيك. ونحن بالآخر نحن بدنا المصلحة العامة يعني. طبعا منا قادرين، ضيعة كبيرة فيها 500 بيت، فالناس إذا تشرب ما عادة تشتري. 100%. كلفي خاطري. اهلا وسهلا فيك، تكرم استاذ سليمان، اهلا وسهلا. كمان اتصال، يعني المشكله بكل لبنان. ألو. تفضل. الو. الو تفضل. الو. اهلا مسيو، تفضل. بدي احكي مدام ريبيكا من فضلك. ايه انا ريبيكا عم بقول لك تفضل. الو. ريبيكا معك عم بقول لك تفضل. مسيو جوزيف. مش الخط عم بيعطي اثنين، مش عم بيعطي. لا مسيو جوزيف. نعم. ايه انا معك، تفضل. مسيو جوزيف اسمعني على اباريت التليفون. مش عم ايه اوكي بس بدي اللي بدي اتشكيهم يعني شكون هني، بس بدي اخبرها انه علبه البنادول اللي من كان الدولار ب 30 كانت حققت 35,000، اليوم اشتريتها ب 40,000. معقوله؟
نعم رفع الدعم يا استاذ جوزيف. بونجور، انا منيحه. لقلك شغله، ايه سامك سامك عبري. اوكي اوكي، بس انا اللي بدي اتشكيهم حكيون قبلي، ايه بس بدي شكوى وحده انه البنادول 40,000. معقوله البنادول 40,000 اليوم؟ لا مش معقول اكيد، حتى مش بس البنادول، هي ابسط شيء البنادول، بس كان يبقى دواء ب 17,000 صار 300,000، كان ب 27,000 صار 500,000، لانه رفع الدعم عن الدواء. مش كل الادويه مدعومه للاسف الشديد، والمدعوم الى حد ما عم يتوصل على المزمن، عم يتوصل على المراكز الصحيه حتى الناس تقدر تحصل عليه، واذا حصلت عليه شهريا بيكون عال. وامراض المستعصيه بعدنا لهلا مرضى السرطان ما عم يقدروا يحصلوا على الدواء، لان مش بقدرتهم اساسا يشتروه من الصيدليات، وثانيا لانه الوزاره هي ملتزمه تامن هذا الدواء للمرضى، فصار اسعاره اضعاف الاضعاف. وبعدنا على الوعد من قبل معالي وزير الصحه، نهار واصلين لا مش كلهم واصلين، لا بكره بيوصلوا، لا في لا ما في. وهالمرضى اضطروا ينزلوا مرتين على الشارع يطالبوا بحقهم الاساسي اللي هو الدواء. يعني عم خبرك من علبه البنادول لا دواء السرطان اللي بيوصل 5 مليون و6 مليون و10 مليون للاسف. صوره اليوم نشوفها سوا. لبنان ودور الشواري اليوم بيودعوا علم من أعلام الثقافة والفن في لبنان سامي كلارك. نحن بدنا نقول له وداعاً، بدنا نقول له طبعاً مع الأبرار والصديقين، ولكن دائماً بيبقى بوجداننا لأنه أرشيفه الغنائي والفني وبكل اللغات حمل صوته إلى العالم بعز الحرب بالثمانينات، وبالتالي كان دايما الإنسان وكان الفنان. فنحن اليوم نتوجه طبعا لعائلته الصغيرة وللبنانيين عموما ولكل ما عرفه بأحر التعازي، منقول أرقد في سلام. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.